هلا والله بالشباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. نقدم لكم اليوم معرض ومجمع العزاوي لبيع المواد الكهربائيه والمواد الانشائيه. وهسه ندخل جو المجمع ونشوف شنو الموجود. نلاحظ موجوده العدد الخاصه بدريل الهامر. هاي امامكم مجموعه من دريلات الهامر. نلاحظ موجوده عده شركات اللي هي انجيكو، هاي امامنا، وعده شركات مختلفه. اسعارنا جدا مناسبه، اي واحد يحب اي شغله من موجوده بالمعرض يتصل بينا واحنا مستعدين نجاوبه. هاي امامكم دريلات الهامر. كل قطعة وسعرها موجود مكتوب عليه. طبعا هاي كل الأدوات والقطع الغيار، كل هاي الأدوات موجودة ومسعرة كل منو سعره. هاي عندنا مجموعة من المناشير الخشب. وهذه قطع الكوسرة من أحجار القاص بأشكال. وأيضا عندنا هاي العدد أمامكم وبلور، هوا عندنا موجود وكل شيء مسعر ومكتوب عليه السعر مالته. اذا تنتبهون تلقون السعر مكتوب على الكرتونه او على الغلاف الخاص به. وهذه مجموعه من الاصباغ والبراغي والبسامير. وهذا عندنا كيف ايضا خاص بجماعه الحدادين. هذا موكم مجموعة من الصباين، أي قطعة موجودة عندنا. بأشكال متنوعة وقياسات مختلفة. عندنا كتر حديد أيضا موجود. مجموعة من الفيتة الخاصة بالقياسات، وعندنا السلاسل أمامكم هذه. هذه مجموعة من المفكات أو الدرنفيسات بأشكالها. وهذه ايضا نوعيه من الفيته. هذه عندنا ايضا مفك قياسات مختلفه. هذه المفكات مختلفة أيضا عندنا. كل شيء مكتوب عليه سعر على الكرتونة الخاصة به. هذه الانكيات أيضا، مجموعة من الانكيات
بأشكال متنوعة. سيت فرش حديد أشكال متنوعة. هذه يدة لحام خاصة بماكنة اللحام، وهذه مجموعة من الأقفال أيضا، كل قطعة وسعرها. هذه عندنا الانكيات أشكال مختلفة، وأيضا عندنا رؤوس دريلات الهمر ودريلات العادية، عندنا صباين بأشكال مختلفة أيضا. وعندنا مفكات بحجم كبير أيضا بأشكال مختلفة ومتنوعة. هذا عندنا مقص حديد، عندنا كلابتين أيضا، وهذه القطع هي مالكم، جانب ترى عليهم قطع قطع. أي قطعة مسجل عليها السعر مالتها. هذه مجموعة من العدد والمفكات، هاي عندنا مجموعة أيضا ثانية، إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.